واذا اجى الجيش بده يقعد يقول لك ليش البندوره هاي، بدي فتش البندوره، بقول لك من وين بتجيبها. معنا لانهم محاصرين الخليل ومسكرينها. كل ما نقطع الشارع بيجي بوقفونا بفتشونا بشلحونا اواعينا، كل ما نروح كل ما نجي يعني كل شفت بيجي اوسخ من الثاني. يعني هذيك اليوم سكروا لنا المحل، قعدنا يومين ما نفتحش المحل، يعني من ناقل البندوره من سد لسد على ايدينا. هيدينا يوم ما كنا قبل يوم السد كانت مفتوحه، يعني يفتحوها 3-4 ساعات هيك، كنا ناقلها في السياره ما تاخذش معنا 5 دقائق، عيد في العرباي من دورنا من فوق لهون بدها ساعه نص ساعه. يعني كثير قعدنا في الموقف لما التم الناس، يعني الناس مستيئه اول تنزل اللي له ضروري بينزل، اما فيش ما بينزلش. خي انا عمري 80 سنه الله يرضى لي، لما امشي الطريق طبعا نزلتها بغصب عني، مش قادر امشي يعني، هياني واقف وبرد عمالي والله على المستشفى بطيح ما بنزل. والله انا يعني اليوم مضطر يعني لضروري بقول لك ما بنزل، شو الوضع هيك من مره. حتى المرضى بنقولهم من اسعاف لاسعاف.